لا أنسى بطرق العلاج لمرضى فيروسي في مصر لمواجهة كل التضاربات في العلاجات المتاحة والتصدي لأي محاولات من شأنها المتاجرة بصحة المريض المصري. هو ما كشف عنه الأطباء المختصون خلال المؤتمر العلمي لمناقشة أحدث المستجدات المعالجة لفيروسي والنتائج الإيجابية والسلبية للحالات المعالجة بالعقارة الجديدة. قال دائما يقول المرضى بتوعنا اللي ما تتضايقوش وما تزعلوش إن حد حصل له انتكاسة، لأن الأدوية الجديدة بتعوض اللي حصل له انتكاسة بيتعالج بدواء آخر وبيستجيب إن شاء الله. الفيروس يعني شرير جدا يعني الحقيقة، فإحنا قلنا من زمان قوي إن يا جماعة لازم نوجه جهد كبير لمنع العدوى للناحية الصحية بتاعت الجمهور نفسه، توعية الجمهور، مراعاة نقل الدم انه يكون سيف، يكون يعني امين، العمليات الجراحية، الخدمة في المستشفيات، في العيادات. في وسط الادوية الكتيرة دي كلها احنا عملين نالها سوراء ادوية جديدة دون اجراء ابحاث فعلية حقيقية. كما تم خلال المؤتمر الاتفاق على أنسب طرق العلاج لمرضى فيروسي ومراجعة النتائج العلاجية لكل المرضى الذين تم علاجهم خلال الفترة الماضية من خلال دراسات بحثية متخصصة. لقينا ان في المجموعه اللي خدت العلاج الثلاثي نسبه الاستجابه بتاعتهم كان في حدود حاجه 60%. واخد بالك المشكله في العلاج الثنائي كان نسبه الاستجابه فيهم 36% الاستجابه المستديمه، يعني 64% ما استجابوش. هنا من يتحمل فاتوره العلاج؟ من يتحمل الاثار الجانبيه اللي حصلت للمرضى؟ عشان تدي قاعده تمشيها على ناس كتير قوي او تمشيها على مجموعة عالية لازم يكون عندك ابحاث كتير قوي وتمشيها قبل ما تعمل كده ما تعممش حاجة. عيب الدواء اول ما نزل اختارنا الفئة اللي هي درجات متقدمة والانتكاسة اللي هي وصلت اكتر من 20% بسبب اختيار المريض الغير صحيح. على الرغم من وجود الزخم في العقارات المعالجة لفيروسي الا ان هناك جدلا واسعا بين المختصين في كيفية وضع العلاج المناسب حتى لا تحدث انتكاسة للمرضى والعبث بحياتهم. محمد حلمي، التلفزيون المصري.